السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الكيكة كما تشاهدوها، كيكة غير بالزبدة، ما نستعملوش الزيت. كيكة هشيشة ورطبة، وبقاو معنا وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. وبلا ما نطول عليكم نبداو الطريقة والمقادير ديال الكيك ديالنا ديال اليوم. نبداو بجوج ثلاثة البيضات، عندي غير متوسطين ولا تقريبا صغار شوية، كون إلا عندكم كبار من الأحسن عملو جوج كبار، ما عندكمش كبار عملو ثلاثة بحال هكدا متوسطين ولا صغار. نضيف ليهم هنا واحد كاس قبل ربع ديال السكر حبيبات سنيدة، غادي نضربو واحد المدة. ديما بقا تحاولو تهبطو هاد الجناب باش ميبقا ليكمش السكر حبوب. نضيف واحد كيس ديال السكر فاني، ديما حاولوا ما يمكن كيما تنقول لكم ديما ضربوا حتى يبيض لنا الخليط. انا ضربت حتى تغير اللون كيما قلت لكم ديال داك ديال الخليط يولي ابيض، يعني في الاول كان اصفر. ودابا غادي نضيف، وما نستعملوش الزيت، غادي نضيف انايا نضيف واحد كاس الا ربع تقريبا ديال الزبده، هذه ديال الزبده مذابه. بعد غادي نضيف واحد نص كاس الحليب، يكون شويه دافي. صافي، هنا سالينا السوائل، غادي نحيدو هادو. نجيبو نواشف ديال الدقيق، نبداو ديما كيما تنقول لكم نبدا بغير الكاس الاول، نضربو شويه الكاس الاول. الكيكه كتطلع واعره، غادي تشوفوا كي غدير في الاخير، ما نستعملوش فيها الزيت هي الزبده، حتى الطريقه ديال الطياب ديالها في الاخير، داك الديكور ديالها تيكون في واحد الطريقه بشكل. وهادو ديال الزبده تيطلعوا هشاش، كتطلع الكيكه هشيشه بزاف. نزيدو الكاس الثاني، ونزيدو خميرة الحلويات. نستعملو جوج تقريبا، أنا عملت جوج، يعني 16 غرام.
لبن دقيق 16 غرام هاد الخميرة الحلويات. الدقيق غادي نديرو جوج كيسان وغادي نشوفو كيكون الخليط ديالنا. جوج كيسان تيوزنو 200 غرام. نديرو جوج كيسان هما الاولين وغادي نحركو. اما السكر فعملنا تقريبا كاس لارو، كاس لارو تقريبا واحد كاس تيوزن تقريبا 180 غرام. كاس العنبة كاس لارو يعني ديك 150 غرام ديال السكر يعني في الميزان. الحليب راه نص كاس كيوزن تقريبا 100 مليلتر، عملنا غير نص كاس تقريبا هو فيه شويه ولا يقولي نص كاس. والزبدة راه تقريبا 100 غرام اللي مذوبة، 100 غرام الزبدة. غادي تاخدي 100 غرام الزبدة وغادوبيها وغتعطيك داك القدر ديال تقريبا كتجيب شي نص كاس وافي ولا نص كاس، يعني هادي هو الجين ديالنا. يعني عملنا 200 غرام ديال الدقيق، مغنزيدوش الدقيق، يعني عملنا جوج كيسان كبار. عندي هنا داك تشيبس ولا سميتو داك الشكلاط ديال الكوكيز الرقيق، نعمل منه واحد شويه هنا، هو كيعطي واحد الديكور زوين. ديروش بزاف، ديرو غير واحد 20 غرام هكداك. وغنشعل بعدا الفران، وصلنا للمرحلة خصنا على الأقل نكون شاعل الفران، خلاص يشعل. سمحوا لي أنا شعلت الفران نسيت ما شعلتوش، هو على الأقل يشعل خصو يشعل واحد القسمين 7 دقائق. هاهي الكيكة ديالنا أو الخليط ديالنا كيما كتشاهدو، ديما الخليط ملي كديريها كتبان لك ديك الكتابة مرشومة، يعني راه الخليط عندك ناضي هو هداك جاهز. ديما ترصيك مع التضراب، حاولوا ما تعكزوش على التضراب ديال الكيكة، التضراب هو اللي كيعطيها هذاك كيخليها ما تتهبطش وكيخليها تنفخ تكون طالعة، هو التضراب. المول انا راه دهنتو بالزبدة، ما عندكش الزبدة ممكن وليني ضروري تكون عندك الزبدة باش تعملي هاد الطريقة ديال هاد الكيكة هادي، لأن ما استعملناش الزيت هنا، استعملنا غير الزبدة. دهني بالزبدة، المول كيما بغا يكون هداك اللي كيتحل ولا هادي ولا أي حاجة أي مول. صافي غنجيبو هداك المول ديالنا هو هدا. غنخويو فيه الكيكة ديالنا كيما بحال الطريقة هادي، أنا غي فرشت شي واحد شوية الكارط لتحت. هادي هي الكيكة ديالنا كنا هنايا، ندخلوها الطيب. الطياب ديالها راكم عارفين 35 دقيقة، المهم هي كتوصلو 25 دقيقة. تبقى تقلبوها بالعود، إلا خرج العود ناشف يعني راه طايبة. 25 دقيقة الفوق تبقى تقلبوها.
كطيب على نار مهيلة. الكيكة ديالنا وجدات، مازال واحد اللمسة الأخيرة غادي نديروها وغنرجعوها للفران. هذا عندنا شكلاط بيض محكوك، غنعملوه من الفوق بهذه الطريقة. هذه هي الشكلاط ديال المربعات، صافي تنحكو بهاد الطريقة هادي. وغادي ندير ليه شوية ديال هاد الشيب، هاد الشكلاط كحل. وانا الدون كران الكيكة ديالنا وجدات كيف كتشاهدو، نحاول نقطعوها كشي كيبان واعر كتمنى هشيشة. هادي هي الكيك ديال الزبدة، كيكون وشاش. انا راه حيدتكش الكاغيط، زيت ما حيدتوش. شوفو كيف تعمل الكيكة ديالنا، شتي كي دايرة واعرة، هي راه مازال سخونة. نقطع شوية ونشوف كي دايرة، شتي كي دايرة مجعبة هشيشة. هدا هو الكيك ديالنا بالصحة والراحة، نتمنى تعجبكم الوصفة ومتنساوش تدعمونا باللايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. وهذا هو كيك، وهذا هو هذه هي الوصفة ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.